حلاله. اذا تحيه للجميع، كنت واجد دائما في واحد المحل ديال البيع الفخار اللي متواجد هنا في منطقه فزوان اقليم اواني الفخار، رائعه وجميله مغربيه اصيله كما كتشوفوا. هذا الطاجين السلاوي جاي مسلا، هادو هاد الشيء دائما كنتواجدوا في مدينة بركان وبالضبط في حامة فزوان كما كتشوفوا. الأجواء رائعة هنايا، أجواء ربيعية، يعني المتنفس الوحيد ديال تقريبا مدينة بركان بعد السعيدية هو هذا. هاد المنطقة اللي اسم ديالها فزوان كما كتشوفوا، فيها جميع المنتوجات وجميع أواني الفخار. تحية لجميع المتتبعين والمتتبعات ديال شوف تيفي، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. هادشي كله يعني من صنع أيادي الحرفيين المغاربة كما كتشوفوا. تحية لخويا كريم من مدريد، خويا سعد الفحسي. هادشي كاين في فزوان بالضبط في بركان، مدينة بركان. تحية الناس تارودانت، أكيد رضاك يا الله. هذه فزوان، هذه هادشي زوين بزاف. هادشي في فزوان مدينة بركان كما كتشوفوا. رمضان إن شاء الله ما بقالوش بزاف. هذا زوينين رائعين، خاصة من الأطفال اللي غادي تصوم هذا العام. يعني الإنسان يستقبل هذا الشهر الفاضل ويعلم الأبناء ديالو ويشجعهم على الصوم، خاصة في هاد الأواني هادو اللي كنشربوا فيهم الحرية المغربية، تيكونوا رائعين بزاف. وميمتو كنشجعوا يعني اللي كنشجعوا كنشجعوا يعني الصناعة التقليدية ديالنا هنايا في المغرب. هادو هما أواني الفخار اللي كاينين هنايا في منطقة فزوان بركان. ميناء بلقاس، هادشي كاين في فزوان في مدينة بركان، واحد المنطقة بعيدة تقريبا بواحد 18 كيلومتر أو 17 كيلومتر على هاد المكان هذا. عنده رائعين لاصو كما كتشوفوا، فيهم تقريبا شي خمسة. الأثمنة في المتناول، أثمنة جد مناسبة هيا.
هادو تيجيو مسلا. نعم طنجة، هادو طاجين طنجاوي هذا، والسلاوي هو داك اللي هنا. إذا دائما كنت واجدوا في مدينة بركان في هذا الحانوت هذا. واخا خويا علي غادي نمشيو له كاملين دابا ان شاء الله باش تشوفوا معنا في هذه الجوله هذه اللي كنقدموها دائما من مدينه بركان، وبالضبط في منطقه فزوان. دائما شوف تي في معكم من مدينه بركان، وبالضبط هنايا في منطقه فزوان او حمد فزوان. هذا المكان اللي فيه واحد العين تيجيو لها الناس من مختلف مدن المملكه المغربيه باش انهم يشربوا من هذا الماء اللي يقال انه يعني تيذوب الحصى الحجر اللي كاين في الكلاوي. وهذه المنطقه كتلقى واحد الاقبال كبير 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 بزاف. هذه هي منطقة فزوان أو الحامة ديال فزوان. منطقة فزوان تبارك الله عامرة اليوم، يوم الأحد كتكون القضية عامرة بزاف. هذا الاخوان بعد قليل ان شاء الله غادي نزوروا العين من اللي تيشربوا الناس الماء، غادي نشوفوا هذيك المنطقه بالضبط ونشوفوا كذلك الناس كيفاش كتقطع الماء، ونجيبوا اكثر معلومات اكثر على هذه العين هذه اللي تيجيو لها الناس المواطنين من مختلف مدن المملكه المغربيه. اذا بعد قليل سنلتقي في واحد اللايف اخر دائما من حمد فزوان بمدينه بركان.